في هذه اللحظات تتوالى وصول سيارات الإسعاف لمجمع الشفاء الطبي، ونلاحظ بأن أغلب ما يتم وصوله حتى هذه اللحظة هم من الأطفال الذين قد أغرقتهم الدماء وباتت وجوههم مختلفة. سيارة مدنية الآن تصل، سيارة إسعاف تصل، جميعها محملة بالإصابات، جميعها فيها العديد من الإصابات. السيارة المدنية في هذه اللحظات يتم إنزال أطفال مصابين. هذه الحالات حازم هي من الاستهداف الذي كان قبل قليل في منطقة حي الدرج. إذن هذه الإصابات التي تصل في هذه اللحظات هي تأتي بها سيارات الإسعاف من الاستهداف الذي كان في حي الدرج. طبيعة الاستهداف محمد في حي الدرج منزل سكني أم الاستهداف ماذا؟ الاستهداف الآن يا حازم نقول بأن هذه الاستهدافات الإسرائيلية هي للمنازل المدنية فوق رؤوس ساكنيها، مربعات كاملة يقوم الاحتلال الإسرائيلي باستهدافها فوق رؤوس ساكنيها. لا نتحدث عن منزل ومنزلين، الاحتلال الآن يستخدم سياسة الأرض المحروقة التي يقوم فيها باستهداف أكثر من منزل مرة واحدة دون أن يكون هناك أي تبليغ أو تحذير أو غير ذلك، مما يرفع حصيلة الشهداء والإصابات من الأطفال والنساء الذين يتواجدون في بيوتهم. كانوا يعتقدون بأن هذه المنازل هي الآمنة لهم والحامية لهم من الغارات الإسرائيلية، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي يزيد في غاراته هذه واستخدامه لهذه الصواريخ ضد الأطفال والنساء وكبار السن. كم عدد الإصابات حتى الآن؟ لا يمكن الحديث عن عدد الإصابات حازم ولا عدد الشهداء، لا حصيلة نهائية مع استمرار هذه الغارات الإسرائيلية حازم. حتى وزارة الصحة سألناها قبل قليل قالت لا يوجد لدينا حصيلة نهائية لأعداد الشهداء أو الإصابات منذ بدء التصعيد، نظرا أول شيء لاستمرار هذه الغارات، والأمر الثاني نظرا لانقطاع التواصل والإنترنت في بين محافظات القطاع. الآن حازم نلاحظ شهيد يخرج يتم إخراجه من قسم الطوارئ إلى الخيمة الخاصة بالشهداء التي خصصتها وزارة الصحة في مجمع الشفاء الطبي.